اخي في صلاه جمعه هيأذن قد ايه بقى الاذان؟ 10 دقائق. 10 دقائق. يلا امي يوحنا الشيط. يلا الا الجمعه. شو يلا صباح الخير. هذا توثيق ولا مش فلوق؟ لا توثيق، هذا مش فلوق. توثيق شو؟ توثيق صاحب وديع. فتح توثيق عصوم على حقيقته اللي تخبط عليها. تلا بدار الحمام. تعرف البيت انت وين؟ اوكي نعيما. صباح الجمعة المباركة، صباح النوم المتأخر والاستيقاظ المتأخر. صباح يوم الجمعة. هذا كمان ضايل؟ سند ما بده يروح يصلي؟ نسيت وسالي بابا. لما يصير 2:30 ان شاء الله. لا ترى بالعلم. سندك معك على المسجد؟ لا عادي. سندك معك على المسجد؟ بابا على شارع بنعلمه. بس ما توضيت صح؟ سندك معك؟ ايه. شوف تعرف يوم الجمعة بشرب كم عشان خلي مش للطلبة وقاول الشيخ. مقابل العشاء. الجمعة لازم أوف اليوم. أوف دي أوف. دي أوف. دي أوف. دي أوف. كل الناس نشيطة وطالعة صلاة الجمعة والأجواء جميلة والجو رائع والأمور طيبة إلا هذا البني آدم. هذا البني آدم تقريبا بيصحى بعد صلاة الجمعة بساعتين. انا واخوه لازم ريستارت اول بس ريستارت بده تقريبا بده 2-3 ان شاء الله. حبيبي صح صح يلا يلا. انها الجمعة المباركة. بسم الله. هايدي هلا احنا نوصل الى المسجد. يا وليد. يا وليد. خالد. وليد ابو خالد. هلا والله. شو جاي تصلي الجمعة عندنا؟ شايف. يلا حي الله. خلينا نوقف نصوف. يلا حياك ابو خالد. شوف الناس النشيطة حبيبي. ضلك نايم انت. ضلك نايم. شوف 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 النشاط. حاط منبه كمان. حي ابو خالد. فيك هلا والله. حب اطمنك انه الشاب ما بعرف كيف اتواصل معك. ما عليكم نعشان الشب. هذا اللي بنام متاخر بعد ما يصلي الفجر. انا والله صاحي من 6 الصبح. الله يعافي عليك ابو خالد. وعشان هيك رح نكافئك ونيجي نفطر عندك. الله اكبر. اهلا وسهلا. يلا تعالوا. او بناخذك على المخيم طريق اشياء طيبه. كيفكم؟ يلا تعالوا عندنا. بس صح الشب في شب جنب رح ينام كمان. يلا. بعد ما صحي من النوم صلاة الجمعة قول الساعة 2:45. يعني احنا تطلع الصلاة 11:30 الا ساعتين وانت برا البيت. بنجيب شو؟ نجيب شو؟ حمص. حمص لابنه الكبير. لمين؟ لابنه الكبير وليد. بس عصوم المكيود. بس صاحب احلى خدود. احنا بنفطرش بالدراسة. بنجيب لك احلى شب في الوجود. احنا جبنا فطور عشان وليد ونور وان شاء الله ما يتأخروا علينا. وهي جانا كمان صحيت من النوم بعد ما نامت 84 ساعة تقريبا. هاي الحمص والفلافل. وليد ونور. صباح الخير. وليد صحي من النوم ونور كمان صحيت من النوم. وهذا ليه؟ لانه صار زمان مش شايفه. احلف الله. والله العظيم عنده مشاعر واحاسيس. زعلان مني يعني. ولا حبيب روحي والله. تعال سمي تعال. لا مش روحتك. احكي له مش روحتك. مش روحتك والله. انت سلامي رسمي. واو والله طايق واحد فيكم. دير بالك هذا بجرح. اعطيني بالنسبه لرمضان لسه شغال. موطينا يا بابا. يلا وليد ونور شرفتونا. اهلا وسهلا. اسمعنا جايين تفطروا عنا زي كل جمعه. والله. تفضلوا على المطبخ لو سمحتوا. ايه عشان نعملكم فطور. احنا هيك حاسين بدنا ندوا ضوا بابا اذا بتحبوا تعملوا فطور. يعني جايين تزورونا وجايين تطبخوا. طيب كيف؟ مش عارف ايه يعني. تعالوا كل يوم. شو هذا؟ المفروض احنا ضيوف نقعد يكون الاكل جاهز السفره جاهزه. لا صراحه صعب. ما
انت ورطتهم رحت دخلت على المطبخ وقلت لهم خلص عندي الموضوع انا بطبخ وبعدين طلعت انسحبت طول عمر مكتوب على انا شو الاشراف العام اشراف العام بس خلص فبشرف باكل ساعتين نعيم الماما يا طلعوا في حد هيك عصب انا جهزت حالي للطعام تسبحوا بالمطبخ حلو كتير اخوان هاي شوفهم سفرة المتواضع حمص فول بطاطا بيض فلافل جبنة لبنة زعتر زيت ومر طيبة وماما راح تشرف بعد ما خلصنا كلها بالضبط طبعا اللي جاهز النور مين جاهز الاكل بدنا نجهز الاكل لدوخ النور وش احنا تفضل فما في مقدمة؟ لا مقدمة شو عطول نبدا بابا وماما اخوي مرت اخوي اليوم جايب لكم تحدي مرتب مشكنم طب ما بلشنا السلام عليكم كيف حالكم شو اخباركم جايين لكم فيديو جديد وما مره تحدي قعدنا مع بعض اخوان انا خلف الكاميرا امبارح اقترحت على وليد على ماما وبابا تحدي وافقوا عليه حكيت لوليد وليد حكى لنور الحمد لله الموافقه اجت من الكل نعم اوكي التحدي اللي حيصير نعم اسمه تحدي الازواج اها يعني مين بيعرف مين الاثنين بيعرفوا بعض اكثر عندنا هنا حزب ماما وبابا وحزب وليد ونور اوكي راح 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 انه اربي اربي قربت بصير لينك بياخذ المعلومات اسئله اوكي فبابا انت راح تسال ماما شويه اسئله عن حالك وهي ولازم هي تعرفها تكون تعرفها وهي نفس الشيء العكس ابوك غامض ما حدا يعرف عنه شيء وليد انت بدك تسال نور اسئله عنه عنها ونور بدك تسال اسئله عن وليد تمام المهم يعني انا حسأل نور اسئله عني عن نفسك وهي بدها تجاوب يعني تكون بدها تعرفها اوكي يعني ايوه كنا بسأل الثاني يلا فيلا تفضل تبلش انت انا بسأل نور اسأل نور طيب نور انا بشبه الكيوي ولا المانجا يا ابو اصلا بالغير بناخذ انا ما بصير انا مرفوض الحكي هذا اوكي هذاك الحكي مش مرفوض نور شو اكثر اكله انا بحبها المنسف صح لا هاي ترى مش معلومه جديده كلنا نعرف هاي المعلومه والله لا مزعل مزعل اوكي بابا اسال ماما اسال ماما ابد تفضل بابا دورك دوري يا سيدي انا بدي اسالها سؤال كثير مهم سؤال عارف تعرفني اكثر ولا انه اذا بتعرف تاكد انه هي بتعرفك ولا لا اوكي مشكله ماما بتعرف كل شيء طب يلا اسالها هي لك على فكره انا بحذر تحذير حلو شو ايوه اللون المفضل لإلي لك ساعه بتفكر عشان اخير طلع هذا لا ما انت من داخل اسود ابوك اكثر لون بحبه الاسود ولماذا لانه بينحف لانه بالضبط قصة انك ناصح لا على اي حدا بحب الاسود قصة انك تخين حد صح ولا كذاب طب انت لابس اسود لانه انت لابس اسود الله بس هو سؤال جوابه صح اوكي الاسئله هاي جدا عاديه ما بتفضل اسالي بابا سؤال عن حالك بدي اساله مش عن حالي بدي اساله عن حاله قد ايه قياس بنطلونك هذا ما بيعرف لانه ما بيعرف يعني انت قلت جايب لنا تحدي وجايب العيله تضحك علينا لازم الكل يتابع حد شو تسوي انت كثير ايش هو انا بعرف على فكره شو مقاس بنطلوني مقاس بنطلوني هو شوف بين 38 و 44 خلص كل مقاسات الكرة الأرضية لا أول إشي لعلمك 42 أول إشي ما راح أجاوب ليش؟ لأنه أنا مسلم زمام الله أكبر الله اللي بيقدر بس هيك حتخسر النقطة على فكرة لازم تجاوب صح 40 شو؟ 42 معناته هيك واحد واحد هلا نور اللي تسأل يلا نور اسأل يا وليد يلا نور نور تفضلي مرت اخوي اسأل يا اخوي طيب بتعرف كم طولك؟ كم طولك؟ ايوه يلا لحظة شوي انا طولي 170
يطلب منك وهي لا يعني 165 ونص. نعم لا 167 حلو شرفي. انا ما لا اكثر اكثر اكيد اكثر 150 خلص خسر. خسر صح خلص كم بالله ما تقدر تطحي شوي ما تطحي. اوه فورة يعني ماما اكثر منك لا 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 انت 155 ماما لا 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 158 هلا بعد شوي بنوقف ونحكي 158 اوكي شو هذا كله بده يقدم اياه مش عارف انا وراسي تودي حد رفضوك السؤال اوكي طيب يلا حد السؤال عندي هلا انا بدي اسال نور صح بدي اسال نور شو اكثر نوع ملابس بحب البسه ملابس رجالية لا يعني مثلا رسمي كاجوال رياضة سباحة مثلا رياضة أحسنتي صح والله أحسنتي وإن شاء الله لا برضو كلهم بنعرفش برضو جو كلهم بنعرفوش حدا أوكي أنا بدي أسأل سؤال أبا لمين تمام عني أنا نعم يلا احكي لي ثلاث أشياء بكرهها أنا خالد في الناس تكرهها في الناس طبعا يعني أو بكرها أشوفها وبعلق عليها كثير يعني دائما ميك مزعجة يعني صفات سيئة بكره أشوفها في الناس سلبية أنا كل واحد إله عليه بس أنا أقول أنا مثلا في أشياء كثير بعلق عليها كثير عشرة هو بس أعطي له ثلاث البخل البخيل البخل والبخلاء البخل والنظافة الناس الوسخة واللي بترمي الورق وبترمي الأغراض وراها كل شيء نظافة حتى الشكل كذا البيت السيارة السيارة ركزي على السيارة كثير سيارته بيها نظيفة كثير السيارة ركزي كثير لا لا والله نظيفة نظيفة وعاش خوانة والناس الحشريين الفضوليين بحطوا مناخيرهم بكل شيء هدول هاي لحظة هاي صح؟ لا لا هاي مش صح بلن 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 لأنه بدك اعطيك اياها مع اسماء لا 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 طيب اوكي يلا رجعت معناته وهي صار في بوينت صح يلا ماما خالد انا ايش اكثر شيء بيخليني هيك انرفز معصبه ومتضايقه ومتوتر اكثر شيء اكثر شيء بيخليك تنرفزي متوتره والله كل شيء بخليك تنرفزي لا في شيء واحد صح في انا في شيء اساسي بنعرف كلنا عارفينه اكثر شيء بخليك تنرفزي انه اجيب اصحابي يصيروا عندي بالليل لا لا انه لا بس خلص جاوب لا لا لا, لا عادي عادي ما قدرت محاولات في محاولات اوكي ضلت انت المهم طيب البلاده لا ضل محاولة ضايل اخر محاولة لا ما هو الاربو سهلة والله كثير سهلة عادي شيء بالحياة انا اصلا افكر مركز معي شوي حتعرفوا بحالك انا والله انا بحكي لك انا لا ما تحكي هو اخر محاولة عندي يلا ما راح اغششك لانه لازم تعرفني انت ما بتعرفني انا بدي اروح مش عارف انا لم اغراضي اكثر شيء حتى انا بنفرج منه كله 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 كل الدنيا النظافة لا تاكل او يعني شيء ترمي مكان كثير لا جاوبت غلط ما معطينا شو الجواب شو الجواب فوضى والازعاج ايوه بالضبط الازعاج نعم هذا كلام بابلك هذا لا. لا 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 انا أشوف اول ما حكيت السؤال فهمتها عمي هاي فوضى والازعاج حاسس باساس ابن امك لانك الفوضى والازعاج كيفك كان... بده يكون الجواب يا حياتي يا روحي مو هيك كلمه الفوضى لها اشكال كثيره الصوت العالي الازعاج الازعاج هو الجواب الاساسي الازعاج انه يكون في ضجه حواليها هيك البيت معجوق وحالته عادي انت اصلا لازم غير اسمك من مره ولا ازعاج يلا نور انا خسرت خسرت ده سكر انا لا لا ده سكر طلع البر يلا صح انت هلا السؤالين ما جاوبهم لا لان ما بعرفها انا بصراحه لا لا سؤال اول عنك مش عارف 22 سنه 23 سنه ما بتعرفها يعني انتوا هلا منطقيه منطقيه لو تروح بيت اهلها تمام هيك المفروض لازم يصير انا بقول لك المفروض يعني ما تزعل ايوه حجزولها نور اساليني سؤال
اوكي اوكي مرت اخوي نور تفضلي اسالي زوجك. اعطيني ثلاث شغلات انت بتعملها بالبيت انا بعملها بالبيت تستفزك. ايوه يلا اكشن. انت بتعرف الاشياء اللي بتستفزك؟ بعرف لحظه. اول شيء تترفزي لما غير اوعي واخليهم مكانهم. اوكي انا عارف حالك. ثاني شيء بتتنرفزي لما شو اسمه لحظة شوي فوت واخبط الباب. لا ما بفوت واخبط الباب لما بكون مثلا باكل او بشرب اشي بالصالون وما اشيله يا فرحتي. صح ولا لا؟ لا 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 غلط. والله اله كزامة بتتنرفز. مش كثير بعملها. طيب اشي ثالث في شغلة بتعملها كثير بتنرفزك. انت مش جوزي. لحظة شوي. اشي انا كثير بعمله وكثير بنرفزك وصحتك. وكنت تعمله هون لانه ابوك حكى انك كنت تعمله. الكلينكس. شو ايش الكلينكس؟ انه بس استعمل الكلينكس يا بضلني ماسكه بايدي او بحطه بالطاولة. فشو اسمه؟ لا بس عم بعدل من هاي السلوكية. هي الحياة زوجي كلها مشاكل. سؤال يعني مسكيت ورث اللي على اساسه ما حتروح بيت اهلها اليوم. يا اخوان عاد دقيقه استهدوا بالله. ما بتروح الا على قلبي. الله ليش ما بتروح قلبك؟ قلبك ما هي هسه ممكن تروح على الاردن بعدين. المفروض انا هلا اسال كمان. صح يلا شو بدي اسال؟ بس يعني وين صح كلامي؟ صح. حياة زوجي كلها مشاكل. حياة زوجي لا فيش احلى من الحياة زوجي. يا سنجل يا بأس. ما تحاول غيران لانه مش مشارك معنا بالحياة. صح يا مشارك انا وعصومة. تعال انا بجنة. ما عندك مرة تكون جنبك و طبيعي ان عليك. بتسألك شو كيف تلم من وراك الكلينكس ولا هذا والله اني عدلت هذا الاشي. بس يا شوف ايوه قلت لكم انت عابل التحدي هذا عشان تعمل مشاكل. هاي البنت كذابة على فكرة. تروح النار. المهم طب انا بدي اسألك. تمام. شوفي اشي انت بتعمل اشي واحد بدي اشي واحد وبدي تجاوبيه هو اللي انا بحكي عنه. اشي واحد كيف جواب؟ لا هو في اشي دايما بنرفزني. الشباب خلينا نروح. انت بتعمليه دايما وبنرفزني بالبيت. اوكي بلشت طواش يعني هيك. لا في اشي بالتحديد بالبيت. هذا اشي بعد ايش هو هذا قبل يعني وانتم خاطبين ولا بعد؟ لا بالزواج. هلا بالبيتنا بلش الشغل يعني. بلش بضلني اطفي الكهرباء احسن. اسمع شو بتعمل نور؟ احنا بالصالون عندنا وصل كهرباء شابكين فيها اباجوره يعني ضوء وشاحن. فانا قبل يعني كل فتره مثلا باجي بحط الشحن بروح بس بخلص كم شغله برجع بلاقي الشحن مش التليفون مش مشحون. ليش؟ لانه نور طافي الكهرباء. متى بطفيها؟ لما نجي من النوم ما بحب اخلي. لا ايوه يعني طب ماشي عادي نفس الشيء ابوي وامي كل هيك عودنا. لا هي بتطفيه لانه بتخاف من الكهرباء. امانه طب ما هلا كل شيء صار في الدنيا يعني الحمد لله. هلا هو الواحد بده ياخذ احتياطات يعني وتاخذ ياخذ صارت اوتوماتيك. بس قصدي كل شيء صار امن الشواحن البلاكات الكهرباء كذا. هي اساسا ممكن يوقفوها بشركه الكهرباء. بس ليش حسيت انا قاعد بشو اسمه مهضفض؟ لا ترى عادي يعني هو شيء طبيعي. لا واضح انه مش لا المشكله قاعد تكبر. استنى كل يوم بالبيت بنعمل نفس الموضوع مو شيء عادي. خلص صار شيء من يومي يعني طبيعي. انه ليش بطفي الكهرباء؟ حلو كثير. شو اكثر هوايه كنت احب اعملها وانا صغيره؟ اكثر هوايه انا بحكي لك تقعد في الثلاجه. لا كلنا بنعرف. لحظه اذا حدا بيغششه ما حدا بس معروفه يسأل منها ما في. حتى كانت تحكي لي عنها قصص كثير كانت. القراءه. لا الدهان تراشه. لا شو اسمه هذا الصيد الافاعي. ايوه انا الكراته في الارض ولا في الارض شو زراعه.
جد؟ الله انها الفلاحه العظيمه. بس لا انت ما كسبت، انت خسرت. حكيت 5000 خيار ولا واحد منهم. بس اتحرك في المزرعه. بس يما لا انت كنت دائما صيدي افاعي وحياه وانت صغيره. بس هي مش هوايه. هل عرفتم اعزائي المشاهدين هل عرفتم السبب في خضوعي وخوفي من هذه المراه الظالمه اهلها؟ عشان هيك انا اريد معها خوفا من يعني انا دائما كنت اقول لك احنا بالمزرعه عشنا بالمزرعه، كنت احب انزل مع بابا على المزرعه انا اسيزيع مع صح بابا صح. والدليل انه هي عامله مزرعه باب البيت. هذه مش مزرعه، حديقه صغيره مزيره عادي مزيره. طيب خلاص اوكي يا اخوان، هيك بتكون بتفوز عصومي. انا اللي فوزت الحمد لله. لا اللي فوزت لا مو انت، ترى فريقنا الفايز. وقعت بينهم لانه حاليا ماما حترجع الاردن. انتوا صرتوا ما تعرفوا بعض منيح. هذا احنا عم خالد ما بيعرفني ابدا ابدا. صح. يعني خالد ولا شباب يعني انا صار لي شهرين متزوج وهيني صرت بعرفها. هاي تعرفوا ليش؟ لانه احنا ما يجمعنا اكبر ما يفرق. لا يا حاج عرب حبيبي ما تحاول تضحك علي. لانه انا بالنسبه وانا بالنسبه لإلي بكفيني اني انا معروف بعرف تعرفني. بعرف انا بكفيني انه مش ظابطه ماما طالعه ايوه ايوه بكفي حلقه اليوم. كيف حلقه اليوم ممكن نوصل لها الفيديو؟ لا بكفيني انا بكفيني اول شيء اني اكثر احلى واجمل وحده في الدنيا. ميرسي حضرتك ربنا. بكفيني انه هذه صائده الثعالب والحياه يا عندي عرفتي والمزارعه اللحظه لم تخدع علي. نعم. هيك يا جماعه بكفيني هذا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم واستمتعتوا معنا. اذا عجبكم وحابين نعمل جزء ثاني بس ما هذا وقتها يعني، بس ممكن نعمل جزء ثاني. لا ممكن نعمل مع زوجتي المستقبليه. بعد بالضبط. ان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب تضغط على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. لا تنسوا تتابعونا على موقع التواصل الاجتماعي راح ترى روابط تحت في الديسكربشن. واجهكم حلقات ثانيه. مع السلامه.